يتوافد آلاف العراقيين نحو محافظات إقليم كردستان أربيل ودهوك والسليمانية للسياحة خلال عطلة عيد الأضحى، والتي تمتد لأسبوع كامل، وسط تأكيدات بأن شلل السياحة بالمحافظات العراقية الأخرى وتراجع الاستقرار الأمني انعكس إيجاباً على سياحة الإقليم. سجلت محافظات الإقليم مشاهدينا خلال العام الجاري سجلت انتعاشاً ملحوظاً في القطاع السياحي، مستقطبة مئات الآلاف من السياح من داخل البلاد وخارجها، لما تتمتع به من استقرار أمني فضلاً عن استثمار جيد للأماكن السياحية هناك، في الوقت الذي أعلنت فيه المديرية العامة للسياحة في محافظة دهوك تشكيل 15 لجنة لاستقبال السائحين وتقديم الخدمات لهم، متوقعة توافد أكثر من 50,000 سائح إلى المحافظة. وفي أربيل عاصمة إقليم كردستان أكدت مديرية السياحة أن أكثر من 1,000,000 سائح زاروا المحافظة خلال الأشهر الستة الماضية، ومنهم عراقيون ومنهم من الأجانب، إلى جانب زيارة أكثر من 500,000 شخص لمحافظة السليمانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022. ليبقى التساؤل المهم في هذا السياق مشاهدينا، لماذا لا تستفيد الحكومة العراقية من تجربة إقليم كردستان في المجال السياحي الذي تحولت مدنه إلى وجهة يقصدها مئات الآلاف من العراقيين والأجانب كل عام، حتى أصبحت أربيل عاصمة للسياحة العربية في عام 2014-2015، وذلك بسبب جودة البنى التحتية للمنتجعات السياحية والنجاح في توظيف جمال الجو والطبيعة، مما جعل الإقليم وجهة سياحية مفضلة للكثيرين.